إلى سينما الريف بعروسي الشمال، حضر أمس أغلب المخرجين والممثلين والنقاد السينمائيين المغاربة لحضور حفل إعلان جوائز النسخة 11 لمهرجان طنجة للفيلم القصير المتوسطي. الجائزة الكبرى عدت لفيلم 37.4 دوغري للمخرج الفرنسي أدريانو فاليرو. أنا سعيد جدا، أحببت هذه التجربة في طنجة كما أحببت المدينة، زملاء المخرجين وكذا برنامج المهرجان. كان هناك أزيد من 50 فيلما ظفرت بالجائزة الكبرى، شيء رائع. الجهودات اللي قام بها الفريق التقني مشات السودا، وكنشكروا لجنة التحكيم والمركز السينمائي والجمهور ديال طنجة خاصة. بحكم الأفلام القصيرة اللي كانت مشاركة كان هناك واحد الجو تنافسي، يعني الله يحسن العون لجنة التحكيم اللي المنظور ديالها شافت بأن هذا الفيلم كيستحق جائزة، والحمد لله خدينا جوج جوائز، أحسن ممثلة وأحسن مخرج. مفاجأة النسخة 11، ظفر المغرب بجائزتين، الأولى جائزة لجنة التحكيم فعادت للفيلم المغربي اللعنة، أما الجائزة الثانية أحسن دور نسائي فعادت للممثلة المغربية ابتسام زبارة. جائزة الشباب عادت لخوسي لوديس ديلماريس عن فيلمه خوكو ريتشو. هذا العام كان مهرجان في مستوى، كانوا افلام دول مختلفه، شفنا ثقافات عديده، اكتشفنا بلدان ديال البحر الابيض المتوسط، كان اختلاف، وهذه هي الميزه اللي كتميز مهرجان ديال طنجه. 46 شريط قصير للمرحله الاولى، واننا لاحظنا ان هناك ان الثراء يعني الكمي كان يعكس بالفعل ثراء من حيث الرؤى والتصورات الفنيه تناول المواضيع واختيار هذه المواضيع. والمسألة الثانية لاحظنا بأن عدد من الدول حاضرة بقوة في هذه المرحلة النهائية. والمسألة الثالثة هو أننا رأينا بأن هناك تقاطع بين دول مختلفة ولكن تناولت نفس المواضيع. في حفل اختتام تم عرض الفيلم الفائز 37.4 دوغري. الفيلم يحكي عن قصة حب تجمع شابين يعيشان في منطقة نائية في العالم وتنتهي بفراقهما في قالب سينمائي مغاير. على مدى 6 أيام إذن استمتع عشاق السينما بآخر الأفلام القصيرة في مهرجان طنجة. الموعد السنة القادمة.